مرة رابعة، أهلا بكم من جديد. بداية، تلقى اليوم رئيس الجمهورية السيد عبد المجيد تبون مكالمة هاتفية من أخيه محمد ولد الشيخ الغزواني رئيس الجمهورية الإسلامية الموريتانية. قدم له فيها تعازيه الخاصة وتعازي الشعب الموريتاني الشقيق في ضحايا الحرائق التي شهدتها بعض ولايات الوطن. بدوره شكر السيد الرئيس أخاه الرئيس الموريتاني على مشاعر التضامن والأخوة التي تجمع الشعبين الشقيقين. وتنفيذا لتعليمات رئيس الجمهورية المتعلقة بالشروع في عملية جرد وإحصاء حجم الخسائر لتعويض المتضررين جراء الحرائق الأخيرة، شرعت المصالح الخاصة بولاية جلما في إحصاء الأضرار الناتجة عن الحرائق ووضع قائمة بأسماء المتضررين تمهيدا لتعويضهم. المتابعة لعمر طبل. خلفت الحرائق الأخيرة التي اندلعت ب 15 بلدية من ولاية جلما خسائر معتبرة في المحاصيل الفلاحية والأشجار المثمرة والثروة الحيوانية، ناهيك عن مساحات شاسعة من الغابات والأحراش. نجد كان عايش فيها مراح راح كل القرط راح، 700 كعبة حرقت في كوري، راح القمح الشعير راح كل شيء. اللوز هذا كان معولين عليه مسكين، كان يخدم به ساعة ساعة ينحي منه ويبيع، ها راح تحرق كل شيء. السجنان تحرق درك، الخسارة تاع الكوري هذاك ما عليه باش تخرجوا الحبل. بالي وحيوانات، وهذا مسكين حيوانات، هذا قريب مات معه، كون ما جبدنا شويه هربناه، هو حاب يموت. الله جاب ربي الشاب مسكين، هو جاي يخرج فيه ما حبوش يخرجوا ليه، قدر الله ربي مسكين مرحبا. سجلت قطع الغابات على مستوى الولاية خسائر مالوريزمون على مستوى الثروة الغابية اللي تمثل في 400 هكتار غابة و1200 أدغال و206 هكتار أحراش، إلى جنب الخسائر الخاصة بالجنب الفلاحي بالشق الفلاحي. العملية مست أكثر من 11 بلدية، الخسائر قاست 77 متضرر. المصالح الفلاحية قامت بإجراء جرد دقيق للخسائر من أجل تعويض الفلاحين في أقرب الآجال. إن شاء الله السمانة هذه عندنا مسؤولين تاع المؤسسات الاقتصادية تاع اللي تبع قطاع الفلاحة راح يجوا هنايا في عين المكان ويديروا يدرسوا شو ما الاحتياجات تاعكم بالنسبة للتقارير تاع الولاية إن شاء الله مع الخسائر، وتعوضوا لكم في أقرب وقت إن شاء الله. الإجراءات الوقائية التي اتخذتها مصالح الغابات قبل فصل الصيف حدت من الخسائر وساهمت في السيطرة على الحرائق. كما انطلقت اليوم لجان المعاينة والإحصاء عبر بلدية ولاية الطرف في جرد قوائم المتضررين بغية الشروع في عملية التعويض في أقرب الأجال. يقول سيد أحمد بلونة. كما كان منتظرا وبعدما خلفته الحرائق الأخيرة، بشرت فرق من الإداريين والخبراء بتعيين الخسائر عبر بلدية ومداشر ولاية الطرف. نحن متواجدون اليوم بالميدان من أجل الاتصال المباشر بالمواطن وإحصاء جميع الحالات المتضررة حالة بحالة والوقوف عليها وحصرها لتقديمها إلى الجهات المختصة. رسالة واضحة للمواطن قوامها أن الدولة الجزائرية بكافة مؤسساتها واقفة مع المواطن الجزائري في سرائه وضرائه. ألسنة النيران التهمت أملاك المواطنين من أشجار مثمرة، ثروات حيوانية وآليات فلاحية، التزمت الدولة بتعويضهم، وها هي الخطوة الأولى تطبق في الميدان من طرف أعوان مكلفين من مختلف المصالح من خلال جرد الممتلكات المنقولة وغير المنقولة لتتبع بإعداد التقييم المالي وعرضها على اللجنة الوطنية. جت علي الحرائق من هنا، قلت لي هذا الكوري تاع النعاج، عندي لهنا جنان كامل فيه تشينا وفيه عم بقرة فيه كامل مثمر كامل راح. ونشكر الجماعة يعني اللي جاوهم قاعد داروا في الريسونسمون ويحبوا باش كشمي تعوضنا الدولة إن شاء الله. سمعنا أنه سيتم إرسال لجان للقيام على الخسائر التي لحقت بالمتضررين في بداية الأسبوع، والحمد لله هاي جات اللجنة هنا وكم شافوا قيموا بالنسبة لي خسائر. العملية تسير بكل شفافية وبإشراك رؤساء لجان القرى والمداشر لضمان المساواة في تعويض المتضررين لتعود الحياة ويبقى الأمل.
ولأن هذه الحرائق خلفت أضرارا معتبرة بالمنشآت الكهربائية، جهود حثيثة وتجنيد كلي لأعوان الشركة الوطنية للكهرباء والغاز لإعادة تموين السكان بهذه الطاقة الحيوية مع صيانة الكوابل واستبدال قطع الغيار. سيد أحمد بلونا دائما. أضرار معتبرة تسببت فيها حرائق الغابات بولاية الطرف، مست عديد الشبكات بما فيها شبكة الكهرباء والغاز، أين تم قطع التموين في عديد الأحياء. تم قطع الكهرباء على ما يقارب 40,000 زبون في اليوم الأول من الحرائق، ونفس العدد بالنسبة للغاز. أما بالنسبة للحصيلة اليوم فهي رجاع الكهرباء والغاز لجميع المواطنين. جندت مديرية توزيع الطرف 10 فرق متواجدة في عين المكان. فرق الشركة تجندت في الميدان لمعاينة وإصلاح الأعطاب التي مست أعمدة الضغط العالي والمنخفض. اليوم بربي إن شاء الله نتيريوهم ونخدموا لك ليبان كذا به الناس بطل الضوء. بارك الله فيك. فيك البركة يا عيش. صح. مرسي بيان. باي بونكو راجليك. حيث يسهر المهندسون والتقنيون على صيانة الكوابل وتبديل قطع الغيار التالفة. حيث كانت هناك انضرار للخيوط الكهربائية منخفضة 30,000 فولت، حيث وصلت هذه الأنسلة إلى خيوط الكهرباء للشبكة. أنا جينا نلبيو النداء، رانا في الخدمة، خوتنا رانا مقعدوا على الظلمة هنا، بإذن الله رانا نمشيو لهم التريسيتي اليوم بربي إن شاء الله. رانا هنا في الخدمة ورانا قاعدين هنا حتى نكملوها بإذن الله. رانا نخمو ربي ان شاء الله، وانا مش مروحين حتى الليل ان شاء الله حتى نجي الدور. في حين تواصل مختلف المصالح مجهوداتها لاخماد الحرائق، يتفانى عمال شركه صون الغاز من اجل ضمان تزود السكان والمناطق الصناعيه بالطاقه الكهربائيه. ومواصلة لجهود التضامن، قدم الهلال الأحمر الجزائري مساعدات لسكان المناطق المتضررة بمنطقة حمام بن صالح بولاية الطرف. زكريا توهامي يفصل أكثر. لا بعد المسافة ولا صعوبة المسالك حالا دون إيصال المساعدات إلى ساكنة منطقة كف الغراب النائية التابعة لبلدية حمام بن صالح، والتي تضررت من الحرائق الأخيرة، وخلفت هذه الهبة التضامنية وقعا معنويا أكثر مما هو مادي. اليوم زيارة الهلال الأحمر تعطينا ثقة أن الدولة معنا، الهلال الأحمر واقف معنا، والحمد لله يا رب. الحمد لله قدموا لنا مساعدات، الأفرشة، كل شيء. مشكورين كامل الطاقم تاع الهلال الأحمر على خطر جونا مرتين. مرة الأولى طلوا شافوا الحوادث واش صرا واش ما صراش، ومرة ثانية جابونا المساعدات. نشكرهم ونبقوا نشكرهم على هذه المجهودات، هنا يخلونا نحسوا باللي أن الدولة الجزائرية واقفة مع المواطنين تاعها مع الشعب تاعها، ما يخليش يحس باللي صرت له كارثة ولا حاجة. الحمد لله الإعانات موجودة بكثرة، سواء من كانت من هلال أحمر كهيئة وطنية أو كذلك حتى من طرف السلطات العمومية. الجزائر موجودة للتحديات، حرقتها التقلبات المناخية، إن شاء الله مع المواطنين هذا، مع المتطوعين، مع السلطات العمومية نعود ونغرسها. خرجات الهلال الأحمر الجزائري متواصلة لتشمل كل العائلات المتضررة. وضمن مشاهد التضامن، قافلة تضامنية محملة بأغذية ومواد ومستلزمات طبية شدت الرحال اليوم من ولاية بسكرة متوجهة نحو المناطق المتضررة من الحرائق شرق الوطن. كما وصلت إلى سقهراس مساعدات لفائدة سكان المناطق المتضررة من الحرائق في مبادرة لقيت استحسان السكان، الذين أثنوا بالمناسبة على جهود الدولة للتكفل بالمتضررين. المتابعة لابتسام بجاوي. هذه أيادي الخير، أيادي أطفال من الجزائر العاصمة بعثوا ما استطاعوا جمعه وأولياءهم لأطفال سقهراس المتضررين من الحرائق، وبعثوا معها صور الأيادي والبصمات. هادو لي زونفون يحسوا بلي زونفون تاع دوطخ ولايا باش يكونوا اوني، باش يعرفوا بلي الجزائر تاع
تاعنا كاع، وفي وقت الضيق لازم يكونوا كاع حاضرين. وتتشابه صور التضامن هنا بسوق هراس، حيث سخرت الولاية عدة فضاءات لجمع تبرعات الجزائريين القادمة من كل ربوع الوطن ليتم توزيعها على المتضررين من الحرائق. احنا سكان مشت الزاوية اللي قاستنا الحرائق هذه، وثم تقدر تقول ما بقى لنا والو. لو كان ماشي الدوله والشعب اللي عاونونا رانا بايتين برا. كثر خير الدوله خويا، بلديه هاي قاعده قايمه بها، جابت لهم الماء، جابت الزيت، جي النهار اللي تحرقت النار والله يا الوالي في الميدان، انا وزوز من الناس في وسط النار، جاء تخلى معنا تاع البلديه لابوليس والله يطولوا يعاونوا في الحمايه، عاونت الدوله والله عاونت. ونشكروا الدوله تاعنا ونشكروا البلديه لانهم قاموا يعني بالواجب، وان شاء الله من حاجه لحاجه هم يقدموا في المساعدات تاع صون الغاز، جاوا خدموا تريسيتي. نشكروا الناس كلها على المجهودات، الشعب نوجه تحيه تاعي للشعب بصفه عامة، تحية الشعب وتحية الشعب الجزائري. الأخ من الحماية المدنية أنه شوف مسكين كان راح يموت هنا، كان راح يموت هنا قدام الدار تاعي، وتحرق على رجله وجاته الأمبيلونس حتى لهنا وما حبش يروح، قعد مضحي قال لي ما نروحش نقعد هنا مع الشعب. أنا نوجه له تحية الإنسان هذا وقدره فوق راسي أنا. هكذا يترجم الجزائريون معاني التضامن والتكافل في صور قوية تثبت مرة أخرى أنهم وإلى الأبد يد واحدة. تنمويا وللحد من مشكلة التذبذب في توزيع المياه، تعزز قطاع الموارد المائية بوهران بمحطات جديدة في انتظار دخول مشاريع أخرى حيز الخدمة قريبا. نوال سماعين في الرقي في المتابعة. بعد معاناة مع مشكل ندرة المياه، هي عائلة بلبرقات بوهران تتنفس الصعداء بعد أن أصبحت المياه تزور حنفيتها دون انقطاعات. المياه زعما راهي عندنا دائما في الحنفيه، مين تشوفي الماء في السباله تفرحي. الحمد لله احنا كل يوم رانا منحلوا للسباله، رانا نقول ما رانا نقدسوا على احنا، الحمد لله هذه نعمه. الماء راه دوك راه نابوندوس راه كاين، واحد الوقت كان كاين واحد ازمه تاع شيامات على خاطر لي كونستركسيون بناهم ولا شي قد لابيد لي طرابو، الحمد لله راه دعوا راه عالم كاع الله يبارك. ما الصيف وثناها غايه كاع، اخذنا كل الاجراءات لرفع النسبه الطاقه الانتاجيه وحصه ولايه وهران لكي لتلبيه يعني حاجيات جميع المواطنين وكذا سياح. في هذا العام 2022 سجلنا ارتفاع في حجم اجمالي الموزع على وهران الذي هو ب 600 الف متر مكعب، والذي يوزع على 2.2 مليون نسمة. وبنظرة استشرافية كان التفكير لإنجاز مشاريع هامة لتزويد سكان وهران بهذه المادة الحيوية. كاين المشروع الاول اللي دخل حيز الاستغلال في واحد جوان المصارم، وهو بلوغ محطه المقطع 350 الف متر مكعب يوميا في مرحلتها الاولى. ايضا فيه مشروع ازدواجيه قناه المقطع وفصل نظامي المقطع والماو. ايضا في انطلاق مشروع تدعيم بلديات دائره عين الترك، دونك هذا مشروع دخل حيز يعني الاشغال دخلت، وننتظر في الاسابيع القليله القادمه استلام الشطر الاول. وفيه المشروع الكبير اللي حظيت ولاية وهران، وهو محطة جديدة لتحلية مياه البحر الرأس الأبيض كابنو 300 ألف متر مكعب. كل هذه المشاريع تصب في مصلحة المواطن لتحسين مستوى الخدمات وتغطية كافة الاحتياجات. وولاية شلف بدورها تعرف بساع حثيثة لتحسين خدمة توفير الماء الشروب. اتعززت الولاية بخزان جديد بسعة 5000 متر مكعب بهدف تعزيز رصيد مؤن التزود بهذه المادة. كريمة لشمط عن كثب. شوط كبير تخطته ولاية شلف في توفير الماء الشروب لساكنتها من خلال تفعيل أداء مواردها المائية على غرار الخزانات منها التي تدعمت بخزان مائي جديد بسعة 5000 متر مكعب يضاف إلى رصيد القطاع. تدعيما لثلاث خزانات بحجم 2000 متر مكعب، يعني الحجم الإجمالي في هذه المنطقة هذه هو حوالي 11000 متر مكعب. عندنا حوالي 8000 يعني سكن جديد اللي راح يتزود بهذه المياه الصالحه للشرب، وكذا تدعيم لحي الشرفه اللي الاجمالي نتاع لا بوبولاسيون حوالي 60000 يعني مواطن.
الخزان من شأنه مضاعفة حصة حي الشرفة وتزويد كل من القطب العمراني الجديد حي بنسونة والقطب الجامعي الجديد، بالإضافة إلى تزويد سكان حي 3500 مسكن عادل الذين استحسنوا وضعه حيز الخدمة. الحمد لله ما عندناش مشكل مع الماء. الماء كاين خطرات وين ينقطع ويجي ما يطوش ويجي. داروا مشروع جديد باش يعودوا يزودوكم كل يوم مازيدش تقطع وجدوا. يوم مليحه هذه كاع مليحه كاع للجميع. احنا ماذا بينا ما تنقطعش. ان شاء الله ماذا بينا. الماء هو الصح. يكون الماء في الدنيا هذه هو الصح. ما شاء الله. الحمد لله ناس من ناحيه الماء ما شاء الله. شكرا. ملي جيت هنا المشكل ما صرناش مشكل كاع معاه لا رحمه ربي يوميا كاع. المناطق النائيه هي الاخرى ضمن اجنده عمل قطاع الموارد المائيه لولايه شلف بعد الانتهاء من دراسه المشاريع في انتظار التغطيه الماليه والتي بتجسيدها يكسب رهان التغطيه الشامله بالماء الشروب لمواطني الولايه حيثما وجدوا. في خبر آخر، خلف حادث مرور مأساوي وقع ليلة أمس ببلدية برج عمر إدريس بولاية إليزي مقتل 9 أشخاص وجرح 7 آخرين حسب حصيلة لمصالح الحماية المدنية. الحادث الذي وقع في حدود الساعة 10:15 ليلا نجم عن اصطدام شاحنة لنقل المحروقات بحافلة لنقل العمال. أسفر الحادث وللأسف على وفاة 9 أشخاص، 7 من ركاب الحافلة و2 من ركاب الشاحنة، تم نقلهم لمستشفى برج عمر دريس بالإضافة إلى إصابة 6 أفراد الذين نقلوا إلى مستشفى حسيم سعود. التحقيق مفتوح من طرف مركز الدرك الوطني برود النص لمعرفة أسباب وقوع الحادث. في سياق الاحتفالات باليوم الوطني للمجاهد المخلد للذكرى المزدوجة لهجمات الشمال القسنطيني وانعقاد مؤتمر الصمام، نظمت مصالح أمن ولاية الجزائر احتفالية على شرف الأسرة الثورية، تم خلالها إلقاء محاضرة بالمناسبة وعرض شريط وثائقي مع تكريم مجاهدين بالمناسبة. دوليا الآن، وفي الشأن الفلسطيني، اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلية اليوم 4 فتية من بلدة بيت فجار جنوب بيت لحم في الضفة الغربية، يبلغ جميعهم من العمر 15 سنة بعد مداهمة منازل ذويهم وتفتيشها، في وقت يواصل فيها الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على المسجد الأقصى المبارك لعزله عن محيطه ومحاصرته. هذا ودعت السلطة الفلسطينية مجلس الأمن الدولي والاتحاد الأوروبي إلى اعتماد تقارير التي تصدر بشكل مستمر عن جهات أممية ودولية ذات مصداقية والتي توثق جرائم الاحتلال الإسرائيلي. وفي ليبيا، بحثت نائبة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط الأدنى باربرا ليف مع وزيرة الخارجية والتعاون الدولي بحكومة الوحدة الوطنية في ليبيا نجلاء المنقوش تطورات الأوضاع السياسية في ليبيا، حيث أعربت نائبة وزير الخارجية الأمريكي خلال اللقاء عن دعم بلادها الكامل للعملية السياسية التي تؤدي إلى الاستقرار في ليبيا، داعية إلى تضافر الجهود المحلية والدولية من أجل تمهيد الطريق لإجراء انتخابات وطنية في أقرب وقت ممكن. عودة إلى أخبار الوطن، ونختم بالرياضة العسكرية، حيث تتواصل فعاليات المسابقة العسكرية الدولية الفصيلة المحمولة جوا 2022، حيث شهد ميدان القفز للقاعدة الجوية عين السارة بالناحية العسكرية الأولى أمس إجراء منافسة قفز الدقة بمشاركة 16 فريقا في ظروف تنظيمية محكمة وسط أجواء تنافسية عالية. التشكيلة الوطنية نفذت هذه المرحلة باحترافية عالية عكست مستوى التحضير العالي ونوعية التدريب المتابعة لأحمد صويلح. ميدان القفز للقاعدة الجوية عين السارة بالناحية العسكرية الأولى كان مسرحا لمنافسة قفز الدقة التي شارك فيها 16 فريقا في ظروف تنظيمية محكمة وأجواء تنافسية عالية.
التشكيلة الوطنية الجزائرية أبانت مرة أخرى عن احترافية عالية تعكس مدى التحضير الجيد ونوعية التدريب العالي المستوى لأفراد جيشنا الوطني الشعبي. إذن هكذا كانت أجواء اليوم الخامس من الألعاب العسكرية الدولية الفصيلة المحمولة جوا والتي تحتضنها الجزائر لأول مرة منذ بدايتها. ختام أخبارنا بذا، موعدنا يتجدد تمام الخامسة في نشرة مفصلة. العودة الآن إلى العربي بالصالة وتتمة محطات الظهيرة الإخبارية. إلى اللقاء.